بما اننا ما تعبش يوم واحتاج طبيب وبدواء واحده ربنا جرحه يطيب خالق لكل داء دواء، بس احنا نسال وكل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب. هواء جديد لطبيب الناس، فاهلا بكم النهارده مشاهدينا الكرام معاكم على الهواء مباشره على مدار الساعه ان شاء الله باذن الله. هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن هو موضوع بيخص الفتره احنا بنعيشها، فتره الشتاء والبروده، هو موضوع خشونة المفاصل. يمكن الخشونة يعني الطرق في السوق المصري أو السوق الطبي في مصر بتتنوع في علاجها، ناس بتتكلم عن كريمات وناس بتتكلم عن منتجات طبية وناس بتتكلم عن حقن بلازما، كل واحد بيختار الطريقة اللي عاوز يتعالج بيها. ولكن لو احنا النهاردة بنتكلم عن الخشونة عاوزين نتكلم عن الأسباب الفعلية لخشونة المفاصل، ازاي الالتهاب بيحصل في المفصل وايه الأسباب الهرمونية اللي في جسمنا اللي بتؤدي الى حدوث هذه الالتهابات، ازاي النهاردة هنعالج نفسنا من جوه بطرق طبيعية وحاجات من البيت. معانا كتب أمريكية ومراجع هتشوفوها في حلقة النهاردة ان شاء الله تجدوا فيها ما يسركم، مع دكتورنا جميل دكتور أحمد أبو النصر أول أخصائي نباتات طبية في مصر، عضو مجلس أمريكي للجنة النباتات الطبية وعضو الجمعية الأمريكية للجنة منتجات النحل. برحب بيه معانا في طبيب الناس على الهواء. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. يعني الحلقة اللي فاتت يا دكتور كانت حلقة دسمة برضه، اتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة خاصة بالخشونة وكنا محضرنا وصفات طبيعية للناس. أتمنى إن شاء الله تكون من الأسبوع اللي فات الناس دي جربت الوصفات ديت، حاجات كانت في البيت حضرتك رشحتها للناس عشان خاطر يقدروا يعالجوا الخشونة. خلينا نبدأ معاك النهاردة عن خشونة المفاصل. ليه انتشرت قوي الفترة الأخيرة؟ ويمكن حضرتك بتتكلم دايما عكس اللي بيحصل دلوقتي، يعني الناس كلها بتمشي في اتجاه وحضرتك بتفاجئنا كل مرة بحاجات جديدة ومعلومات جديدة ومراجع علمية جديدة على دماغي. بص هقول لك على حاجة مهمة جدا، أكتر حاجة اتعلمناها بره هي علاج الروت كوز، علاج السبب بتاع المرض. قلت لك قبل كده وإن أنا ما بيجيليش المرضى اللي هم حالاتهم حادة، أنا دايما بيجي لي المريض اللي هو بقاله سنين تعبان وعاوز اللي هو يلاقي حل. فهذا النوع من المريض ما ينفعش معاه إلا هذا النوع من العلاج اللي هو العلاج الجذري للب المشكلة، لسبب المشكلة. وهنا أنت عندك كلمتين في الطب، عندك في الطب كلمة علاج وكلمة شفاء، وكلمتين دول مختلفين تماما يعني. اللي هي إنجليزيا علاج دي اللي هي كلمة تريتمنت، والشفاء إنجليزيا اللي هي كلمة كيوف. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيأمرنا، لما كنا دايما بنطلب من ربنا كنا بنطلب من ربنا ايه؟ الشفاء. صحيح، ما كناش بنطلب من ربنا العلاج، صحيح بنطلب من ربنا ايه؟ الشفاء، لان الشفاء هو التخلص من المرض تماما. وده اللي احنا بنحاول في برنامج طبيب الناس دايما اللي احنا نوصل له السبب الجذري الحقيقي للمشكله، وليس ازاي اللي انا اقدر اللي انا اغطيها مؤقتا زي المسكنات والكورتيزونات زي ما هنتكلم في حلقه الايه حلقه النهارده، هنتكلم فيها النهارده بالتفصيل عشان انا عاوز الناس تفهم تفكيري ماشي ازاي وتفكير الامريكان دلوقتي ماشي ازاي. وليه انا بتكلم الامريكان؟ لان هم اللي معاهم يا احمد دلوقتي الايه العلم، هم اللي معاهم الايه الشعله العلميه بالظبط زي ما كانت معانا نحن كعرب يعني. طيب الخشونه، الاسباب الحقيقيه وراء الخشونه. انت ما بيحصل الخشونه لازم بيحصل قبلها التهاب، يعني بيكون في التهاب مزمن في المفصل. الالتهاب ده بص، طالما في التهاب مفيش بنى، طالما في التهاب العضو ما بعدش بيعمل الوظيفه اللي كان بيعملها. على سبيل المثال هقول لك شويه امثله عشان الناس تعرف قصه الالتهاب دي مرتبطه ازاي بعدم وجود بناء. واحد بيكون عنده التهاب في المعده مزمن، مش بعد كده بتقلب بقرحه؟ طيب واحد بعد كده عنده ما بيكون عنده التهاب في الكبد مزمن، مش بعد كده بيقلب تليف؟ أما واحد بيكون عنده التهاب في الكلى مزمن، مش بعد كده بتقلب بفشل كلوي؟ أما واحد بيكون عنده التهاب في عضلة القلب مزمن، مش بعد كده بتقلب في كسور في عضلة القلب وممكن القلب عنده يتوقف تماما؟ فهو نفس القاعدة للالتهاب المزمن في أي عضو يا أحمد، حاجتين بيحصلوا في العضو، لعد بيتصلح لأن مفيش وقت لأنه ملتهب، لعد بيتصلح ولا عاد قايم بوظيفته زي الاول. نفس القصه في المفصل، لما بيكون في التهاب مزمن في المفاصل ما عادش المفصل بيكون قادر على الحركه زي الاول، ما عادش بتاخد منه الحركه الكامله زي الاول، الم مزمن بسبب اللي هو ملتهب التهاب مزمن. طيب ايه هي بقى، احنا بنتكلم في حلقه النهارده عن المفاصل، ايه هي الاسباب الرئيسيه لالتهاب المفاصل؟ حقيقه في اسباب كتيره جدا، انا النهارده حصرت 10 اسباب وهقولهم النهارده على السريع، وفي الحلقات اللي جايه
في الحلقات اللي جايه لو لنا عمر ان شاء الله هنبتدي اللي احنا ناخد مثلا في كل حلقه سبب او اتنين كده بالراحه كده نفصصهم وازاي ننظمهم ونرتبهم. اول حاجه طبعا هو النقرس. احنا كلنا عارفين اللي فيه عندنا نوع من انواع التهاب المفاصل المشهور خالص اسمه التهاب المفاصل النقرسي. خد المفاجاه دي بما ان احنا بنتكلم دايما في حلقاتنا عن معلومات جديده. النقرس بس مش سببه اكل اللحوم المزمن زي ما هو بيتقال. ممكن يكون اكل اللحوم زي اللحوم الحمر زي الضان والعجالي والجملي والبط والحمام والوز والفول والطعميه والعدس، الحاجات دي كلها بتزود النقرس. لكن السبب الرئيسي لحدوث النقرس هو الكبد الدهني. الكبد الدهني حقيقي. الكبد والكلى يا احمد في موضوع اليوريك اسيد دول بينظموا الدنيا بينهم وبين بعض. الكلى دي المفروض اللي هي مسؤوله عن 20% من اخراج السموم بتاعه الجسم، والكبد مسؤوله عن 80%. معلش، اما ده اللي هو العضو الكبير اللي هو ابو 80% يحصل له دهون، يحصل له تشمع. يعني ايه دهون على الكبد يا احمد؟ يعني بالظبط عدم وجود متنفس الاكسجين زي زمان اللي رايح له، عدم وجود الغذاء زي زمان اللي هو رايح له، فبالتالي يحصل له كسل. فبالتالي يحصل له ايه؟ كسل. طب ايه اللي هيحصل لما يحصل كسل في الكبد؟ الكبد له 500 وظيفه. 500 وظيفه، كل وظيفه بتفقدها في الكبد قصادها على طول مرض. صح. على سبيل المثال ودي مفاجاه كبيره وجديده اول مره الناس تسمع عنها النهارده في حلقات طبيب الناس، ان واحد من الاسباب الرئيسيه لحدوث النقرس هو دهون الكبد. طب النقرس احنا بنعرفه منين؟ اللي احنا بنروح للمعمل وبنحلل تحليل اسمه تحليل ايه؟ اليوريك اسيد. اليوريك اسيد احنا طبيا بنقول فوق الستة يبقى في مشاكل، تحت الستة طبيعي، تمام كده؟ طيب ايه الاسباب التانية اللي ممكن تعمل النقرس اللي احنا قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت؟ اكل السكر المزمن يا حبيبي. ليه؟ ما هو اكل السكر المزمن في كميه عاليه جدا. السكر ده عباره عن حتتين، السكر الابيض ده عباره عن حاجتين، حته جلوكوز مع حته فركتوز. وما ادراك ما الفركتوز؟ انا يا احمد قريت بحث عن موضوع الفركتوز ده، وليه انا بتكلم في موضوع الفركتوز ده النهارده؟ كل العصاير اللي موجوده في السوق بيحطوا فيها سكر الفركتوز بكميه كبيره جدا. ومش عارف مين ابن اللذينه، مش عاوز اشتمه بس عشان احنا في قطر رحمه، احنا في قناه محترمه، اللي قال للناس او اشاع في وسطهم بالذات مرضى السكر الغلابه ان سكر الفاكهه ده هو احسن واصح من السكر العادي. الله يخرب بيته يا شيخ. اللي قال للناس ان سكر الفركتوز هو اصح طبيا من السكر العادي، هو ده منيل ب60 نيله وده منيل. انت عارف ان هو سكر الفركتوز ده السم الابيض من ده موضوع السم الابيض ده احنا نبقى نعمل له حلقات بقى، قصه بقى تانية هنشرح للناس بقى قصه السم ومش السم وليه ومش ليه. احنا اتفقنا نبقى نعمل لها حلقات مفاضله يعني، ده في كلام كتير يعني. انا بتكلم في نقطه تانية، ان العصاير المزمنه يا حبيبي فيها نسبه عاليه جدا من سكر الفركتوز، وسكر الفركتوز ده بيقتل الكبد. خد بقى المعلومه الجامده دي اكسكلوزيف برضه لبرنامج طبيب الناس. ضرر سكر الفركتوز يا احمد على الكبد ابشع من ضرر الخمره. شفت بقى؟ مش انت مشكلتك في الخمره الاساسيه؟ طبعا مش مشكلتك الاساسيه في الخمره، صح. خمور اللي هي بتعمل ضعف في الكبد، دي المشكله الاساسيه رقم واحد في اوروبا، رقم واحد في اليابان، ورقم واحد في الصين. مظبوط. خد بقى دي، ان العصاير اللي فيها نسبه، يا اخي ما تجيب عصير طبيعي يا حبيبي، ما تعصره في البيت يا ناس العصير، ما تاخده العصير زي ما ربنا خلقه. ليه يا حبيبي تنزل تشتري عصير من بره ومصنع محطوط فيه اضافات والوان ومصايب سودا مقندله؟ طب يا دكتور ليه يا حبيبي كبدك العادي وسكر الفركتوز يعني ده بيطلع من ايه وده بيطلع من ايه؟ من الذره يا احمد، من الذره. سكر الفركتوز ده بيتعمل من الذره، من الكورن. من الذره؟ طبعا من الذره. وبعدين مشكلته اللي هو يا احمد بيتخزن فوق مراوح الكبد، بيبهدل الكبد، بيسد الليل طبعا. فما انت بيحصل لك دهون على الكبد بتفقد وظيفه من وظائف الكبد الاساسيه زي استقلاب اليوريك اسيد. فاليوريك اسيد بيروح فين بقى؟ الغلبانه. انا 20% على انا ماليش دعوه على فكره، من 20% على انا مالي يا عم، ما تشوف اللي فوق، انا مالي، انا 20% على انا صغيره على قدي. فيروح يسدها فيحصل فيها حصاوي. يلبدلك فين بقى؟ في المفاصل. اليوريك اسيد الجميل ده الاخطر رقم واحد في حدوث تصلب الشرايين، رقم واحد من اسباب حدوث تصلب الشرايين يترسب هناك في مكان مش مكانه النقرس المزمن. صح. لا انت عارف يا احمد النقرس ده عامل شبه ايه؟ عارف؟ عامل شبه الابره
اللي بيقعد في المفصل زو 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 كل شويه كده عامل شبه الابره اللي بيروح في الايه في الشريان. رد الفعل بتاع الجسم ايه بقى؟ الكبد برضه الغلبان اما بيلاقي الشرايين بتاعته اتخرمت من البلورات بتاعته الليبك اسيد اتخرم بجد والله العظيم انا بتكلم الكلام اللي بيحصل فعلا في الجسم. فبيقوم الكبد يبعت الكوليسترول عشان يرد الدم اللي هي الشروخ اللي حصل بالظبط لان يرممها بالظبط لان الكوليسترول هذا ال المظلوم لما نشرح بالظبط قصه الناس دول تقول الكوليسترول ده بيدمر الجسم وكلام معنى هنا عشان نصح بقى المعلومه ايوه دور على السبب يا حبيبي ما تدورش على الايه السبب هو دهون الكبد ليه اصلا بشرب كل يوم كوبايه عصير وبدي العيال واخد بالك انت ازاي وشغالين على القصه البايخه دي اللي يعني احنا يعني دلوقتي نطلع من الحديته دي انه انا ما نشتريش اللي هي العصاير اللي هي مش فيها يعني اللي هي الفركتوز اللي عامل سكر الفركتوز بس لما تيجي تشتري خف على نفسك مش كل يوم يا بابا خف على معدتك شويه السكريات دي وبالذات نيله مصيبه. طب يا دكتور المياه الغازيه فيها نفس السكر؟ لا المياه الغازيه بيبقى سكرها اللي هو السكر العادي السكر العادي بس بنسبه كبيره وده برضو وبعضهم بيحطوا يعني المياه الغازيه شكلين يا اما السكر العادي اللي هو السكروز العادي او اللي هم اللي هو سكر المائده يعني بس سكر المائده طبعا السكريات انواع يعني او اللي بيحطوا اللي هو السكر الدايت. طب سكر الدايت ده مشكلته فيه احنا بنشرح حلقه النهارده في الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم عنه لسه ولكن رقم واحد كده رجعنا عشان خاطر من الناس بتقول الكبد طب الكبد طب يبقى النقرس. طب انا هنبقى نتكلم بقى في التفاصيل الباقيه انا عاوز بس اذكرهم على السريع وهنبقى نفرد لهم حلقات جايه. كسوف الغده الدرقيه عن طريق اللي هو بيزود ماده اسمها هيدروجين بيروكسيد ما علينا من نشرحها في حلقه كسوف الغده الدرقيه اللي هو احنا بنقول دلوقتي كل خمس ستات عندنا واحد تخيل يا مؤمن تخيل الموضوع ده انتشر قد ايه كسوف الغده الدرقيه اللي هو انخفاض هرمونات الغده الدرقيه كل خمس ستات دلوقتي احمد واحده منهم عندها كسوف غده درقيه اما ظاهر حقيقي في التحاليل او اعراضه موجوده بس هي ما تعرفش. كسوف الغده الدرقيه حمى البحر الابيض المتوسط بشكليها يعني حمى حقيقيه فعلا موجوده او التهاب مفصل الاميلودي التهاب المفصل التفاعلي المكوب الحلزوني بتحن معده اسكت ما تعرفش مش بيعمل برضه التهاب في المفاصل حتى مكروب الحلزوني طبعا ده غير هو الجرثومه الحلزونيه طبعا ده بالمناسبه شفت بيعمل التهاب في المفاصل ازاي شفت دي جديده دي اول مره تسمعها انت بتهيألي لا ما هو اول مره اسمعها وبرضه النهارده الصبح لسه كنت بقرا الاخبار الطبيه لقيت فيه تعاون بين ست جامعات بيتعاونوا مع بعض علشان يعالجوا الميكروب الحلزوني او الجرثومه الحلزونيه جرام دكتوره بنصر عليها في شهر جرام من المستكه ثلاث مرات يوميا طبقا للنيو انجلاند جورنال اوف ميديسين يا عم بلاش وكسه الموضوع بسيط اصلا طيب الميكروب الحلزوني نفس التاثير على الميكروب الحلزوني هنبقى نشرحه هو بيعدي طبعا في الميكروب الحلزوني ده يا احمد ممكن يعدل الدم على فكره يعني هو بيعيش في المعده بس على فكره ممكن يعدل الدم على فكره وما يعدل الدم الميكروب الحلزوني بيحب الاماكن الملزقه بيحب الاماكن الملزقه اللي فيها خير اللي فيها خير زي اللي فيها البروستاجلاندين زي المفاصل زي الصفائح الدمويه عشان كده بيعمل مشاكل في الصفائح الدمويه واحد من الاسباب الرئيسيه لنقص الصفائح المناعي اللي الناس ما تعرفوش هو الاصابه بالميكروب الحلزوني ده منشور كل الشعب عنده الميكروب الحلزوني 85% عشان ناكل بره عشان تروس في الميه عشان بناكل بره وبعدين هو اصلا علاجه بسيط هو علاجه بسيط جدا يعني ما علينا الالتهاب المزمن في الرئتين التهاب الرئتين المزمن بسبب التدخين او اي مشاكل اخرى غير التدخين يعني المشاكل الرئتين عامه بتعمل التهاب مزمن في المفاصل طبعا البشره الكبيره الروماتويد الصديد المزمن او الاصابه المزمنه او الصديد المزمن في الكلى الاصابه المزمنه في الكلى الحساسيه المزمنه يا احمد الحساسيه المزمنه على فكره يا احمد بتعمل التهاب في المفاصل واحد عنده صدفيه يا سيدي لما تيجي تعالجها انت لسه مستني ما الصدفيه تقلب معاك بالتهاب مفاصل صدفي او يعني تعمل لك تشوهات زي ما التشوهات اللي بتعملها روماتويد ليه كده؟ ما الموضوع بسيط يعني علاج الصدفيه اصلا اسهل مما تتخيل يعني. ايوه الزئبه الحمراء الدهون المزمنه في الدم ارتفاع الدهونيات المزمنه في الدم كل دي حاجات يا احمد تعمل التهاب في المفاصل. فقصه التهاب المفاصل ما بيكون في التهاب انت بتحتاج ادويه بقى عشان ايه؟ توقف ايه؟ وقف الالتهاب عشان انا موقف الالتهاب اقدر ان انا ايه؟ اقدر ابني. ما احنا اتفقنا في اول الحلقه
لا يمكن البناء ابدا ابدا في ظل وجود التهاب. في ظل وجود الايه؟ في ظل التهاب. واحنا قلنا بعض حتى لما تيجي تقلع ضرسك لازم اوقف التهاب. بالظبط. الدكتور بيديك المضاد الحيوي بالظبط عشان خاطر يقدر الراجل يعني، لان النسيج الملتهب يا احمد عامل بالظبط. انت عمرك اكلت فسيخ يا حبيبي؟ لا بصراحه. ما بتاكلش فسيخ؟ عمري. ليه؟ ده جميل. ده تحس بالحمض اللاكتيك، والحمض اللاكتيك ده اللي هو الحمض اللي هو عارف اللاكتيك ده اللي بيدي للفسيخ اللزع ده، هو بالمناسبه من الاكلات الصحيه جدا بالمناسبه. فسيخ؟ طبعا طبعا طبعا، اكل مخمر، اكل صحي جدا جدا جدا. واللي يقول الفسيخ ده اكل مش صحي، اكل ايه مش صحي؟ ده هو من الاكلات الصحيه جدا. اكل مخمر يا حبيبي زيه زي الزبادي. الزبادي وحش؟ باكل الزبادي. طب مش معنى تاكل زبادي؟ طب ما زي زي لو المكان فيه فسيخ مخشوش اصلا. ليه يا باشا؟ ده كفايه والله الحمد لله كتير كده وتاكله كده في تعمل كده. وبما ان انا اصلا من الناس اللي من البلد اللي بتعمل الفسيخ فلازم اقول هذا الكلام. فليحيى الفسيخ. ماشي، عدي لك الفسيخ. طيب ماشي. انا برضه بتكلم بالعلم، خلي بالك. ماشي انا معاك. نحن نتحدث علميا. ماشي. طيب دلوقتي انت عندك الركبه الجميله دي، الركبه الجميله دي احنا عاوزين نعمل فيها ايه يعني؟ الركبه دي احنا عاوزين او ليه بنتكلم التهاب. ليه بنتكلم على الركبه الاول؟ لانها اكبر مفصل في الجسم وعليها التحميل بتاع حياتنا كلها. متقوم انت طبعا يعني عشان بس الناس، احنا مشكلتنا مع الغضروف الداخلي ده والغضروف الايه الخارجي. الداخلي اللي هو ناحيه الجسم جوه والخارجي، واحنا عاوزين كمان اللي هو السطح الاملس يرجع بتاع عظمه الفخذ وعظمه الساق يكونوا تاني. طب انا عشان اعمل الكلام ده، انت هتعرف يا احمد المساعد بتاع العربيه؟ اهو مساعدين. مش المساعد بتاع العربيه ده في زيت مقصص الصدمات في زيت، زيت جواه صح ولا انا غلطان؟ لما بيضرب خلاص تيجي تاكل مطبات بقى. يبقى اول حاجه هنا هو ده، هو برضو على فكره ده مساعد على فكره زي المساعد بتاع العربيه بتاعتك حبيبي. المساعد ده برضو جواه زيت. جواه زيت. احنا عاوزين نعرف بقى ايه الاغذيه، الاغذيه اللي اول حاجه تعملها، اول حاجه قبل ما نبني بس الايه الغضروف. احنا عاوزين نعمل حاجه، نعمل ايه؟ نوقف الالتهاب. نوقف الالتهاب. طبعا انت عشان توقف الالتهاب احنا عندنا الدواء السحري بتاعنا اللي احنا بنوقف الالتهاب اللي هو الكركمين. ده رقم واحد طبعا، ده قاهر الالتهابات. طب انت بعد ما انت وقفت الالتهاب، ووقفت الالتهاب بحاجه طبيعيه وما فيش منها ضرر زي المسكنات وزي الكورتيزونات وزي الكلام ده، رقم اتنين عاوز تعمله اللي انت تعمل ايه؟ تزود الميه. تزود السائل الميه الزلالي اللي ما بين الاثنين. بالظبط. اللي هو بيزيت بالظبط الغشاء السينوفي. أيوة. الغشاء السينوفي الجميل ده اللي بينتج سائل زي الـ زي الـ زي اللي عارف انت زلال البيض كده، شبه زلال البيض. السائل ده وظيفته زي بالظبط الوظيفه بتاعت المساعد بتاع العربيه. اللي هو يعمل ايه؟ يخلي يخليها لينه كده وجميله، يشحمها وما يخليش العظمه تخبط في الغضروف بقى وكده، فبالتالي الغضروف ما ايه ما يتاكلش بسهوله. تفضل حياته العزله زي ما احنا شفنا في الاشعه المره اللي فاتت، كل ما نبعدهم عن بعض. بالظبط بالظبط. طيب ايه هي الاكلات دي؟ هي كل النباتات الطبيه اللي فيها المواد الغرويه المخاطيه. ايه النباتات الطبيه يا احمد اللي فيها مواد غرويه مخاطيه؟ السبانخ. لا الخبزه. ماشي، مع ان محدش عارف الخبزه كتير، خلي بالك في مصر يعني، بس ماشي الحال عشان انت منوفيه بالظبط بتعملوها. امك بتعملها لك كده. ايه تاني؟ قول يلا. احنا في خلاص ما انت معاك بقى وانا عارف. الملوخيه. الملوخيه. ايوه الملوخيه. الملوخيه. انا قلت الاول السبانخ. خلي بالك خلي بالك، هي الملوخيه من العيله من العيله العيله الخبازيه. العيله دي الملوخيه الاقي لك دراسات منشوره عن الملوخيه في الموضوع ده، بغض النظر عن غنائها بالبوتاسيوم وكل المعادن اللي انت محتاجها والفيتامين، وبالذات فيتامين ألف بتاع العين. لكن هي من النباتات الطبية الأساسية. الأساسية كان من النباتات الطبية الأساسية اللي بتحتوي على المواد الغروية المخاطية دي. المادة الغروية المخاطية دي بتساعد عمك الحاج ده اهو لو يبني الايه يبني غضروف مرة لا الزيت. احنا قلنا اول حاجة هنعملها حبيبي الزيت. الزيت ما بين المفصلين. الزيت يا حبيبي. الزيت. الزيت. طب مين اللي بنشف الزيت ده؟ فاكر الحلقة بتاعت اللي فاتت قلناها؟ مين اللي بنشف الزيت ده؟ حاجه كده بناخدها زي الشوكولاته وبتنشف لنا الزيت ده. مسكنات. ايوه عليك نور كده تعجبني. يبقى المسكنات بتنشف لك. بتنشف لك الزيت. الزيت اللي ربنا خلقه لك من الغشاء السينوفي اللي وظيفته اللي هو ايه؟ يمنع يقلل الاحتكاك شويه، فبالتالي الوضع يكون في ركبه لين. تمام. لكن ايه من الاغذيه؟ عندك الملوخيه، وفي نبات تاني جميل جدا برضه المفروض اللي احنا ناكله كل يوم لو احنا عندنا خشونه اللي هي الاكره. اسمها ايه بقى بالعربي؟ اسمها باميه. اللي هي الباميه طبعا محبوبه. الباميه. الباميه
ابو خطيه فعلا برضه صح. اه طبعا ما هو كل ما هو في واحد كده برضه شبهه بس انت ما تعرفوش اللي هو بذر الكتان لو انت شفته هتلاقيه برضه نفس القصه لما بتنقع في الميه بيعمل فعلا الحاجات دي احنا حسينا فعلا الملوخيه والباميه دول واضحين جدا ان هم خطيه. وكنا قلنا الحل اللي فات ايه؟ الكوارع. ايوه انا بقى جايب لك بقى كتاب من امريكا يا مؤمن اهو 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 معلش اخواتنا يعرضوه معايا تمام 7 دايز بون ايه بروس بتكلم على لازم يوميا تشرب شوربه عظم. ده هم بيتكلموا على شوربه العظم هنا اللي هي مش بتبني لك بس المفاصل حبيبي ده بتبني لك كمان الضوافر وبتبني لك الشعر وبتبني لك كمان الشرايين طبعا عشان الكولاجين ده داخل في تركيب الحاجات دي كلها يا احمد. طب الكتاب ده الراجل اللي كاتبه بيتكلم على الكوارع بس يا احمد بيتكلم على 3 حاجات. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت الكوارع النهارده انا بقول لك رجلين الفراخ والله يا عم رجلين الفراخ حاجه صحيه والله اللي هي تتاكل والله البلدي بقى والله رجلين الفراخ حاجه صحيه اللي هي تتاكل اللي انت وقبل ما نتكلم كنا عمالين بندردش وانت كنت بتقول لي ده اكله الايه اكله الناس الفقيره اللي بتروح عند الراجل بتاع الفراخ تقول له هات لي والله العظيم هم الاصح. ما علينا بتعرف ان رجلين الفراخ اخويا هات الكوارع يا حبيبي. طب ما علينا بين البنين مين العظم خلي بقى الجزار بقى وانت بتشتري بقى قول له انا عاوز لا مؤاخذه على كل كيلو لحمه كيلو عظم يعمل بيه ايه العظم يحتوي برضو على الكولاجين يا احمد. ما هي العظميه دي يا احمد مش كالسيوم بس يا جماعه العظميه برضو يعني حطها تبقى شوربه يعني انا اقول شوربه عظم يا حبيبي يتقود جسمي مفاصلي محتاجه اكل عيش محتاجه شويه كولاجين ممتاز حلو. وعشان اقدر اهضم الكولاجين اللي موجود في العظم ده عشان اقدر اهضمه محتاج مين بقى اللي هو بقى يفككولي حتت البروتينات بتاعه الكولاجين الجميل ده عشان نطلع منه الاحماض الامينيه. مين اللي بيعمل الليله دي المصنع بتاع الجسم مين الكبد لو تعبان يبقى خلاص. انت معاك تقارير معايا 6 تقارير. طب خش على اي واحد منهم وبعدين نحكي نكمل حكايتنا. لا اله الا الله نشوف مع بعض اول تقرير في حياتنا النهارده. يا رب الوقت ده بالوقت بيجري بينا وكمان ما بناخدش اتصالات منكم احنا بنعتذر عن ده لكن في حلقات علميه يعني اكيد مبسوطين وانتوا عندكم استرسال في المعلومات عشان بتقعدوا تشوفوني عند دكتور احمد تقول لي سيبوا ما تقطعش عليه وسيبوا وخلينا نجاوب على الاسئله. تعالوا نبدا مع بعض اول تقرير في حلقه النهارده ونرجع نكمل كلامنا سريعا خليكم معانا. انا كنت كان عندي زي رعشه في ايديا الاثنين وتوتر في رجلي فكنت بروح لدكاتره على اساس ان انا اكشف عندهم كان يقول عنده غده بس الغده هي اللي مأثره على اعصابي فبقيت اخذ علاج وكبسون وحقن وكلتزوم وقعدت يجي 5 سنين على الموال دوا وبعد كده ما نفعش العلاج ما نفعش معي وتر اعصابي اكتر بس وقعدت فتره كبيره ان انا اخد العلاج بعد كده هدى معايا شويه وبعد كده منعته بس زاد عليا الوجع اكتر بس فرحت للدكتور برده تاني راح قال لي نفسيه وعصبيه قال لي ده توتر في الاعصاب لازم ونفسيه تعبانه فتوتر في الاعصاب عطاني علاج قعدت عليه لمده 1 سنة وبعد كده برده ما عملش معايا حاجه رجع التوتر اكتر وعصبي رجعت اكتر ففي جماعه اخواني وكده كانوا عند الدكتور احمد فيعني مشوا على علاجه وطابه فانا رحت للدكتور بس من شهر 8 فحكيت له ظروف يعني التعب اللي انا فيه وكده فقال لي ده ابتداء شرر رعاش عند حضرتك وشخص لي اللي انا فيه بس فعطوني اعطوني الاول عمل تحاليل واشاعات بس عملت التحاليل والاشاعات كان عنده خشونه في الركبين وعندي رشال الرعاش ابتدائه في ايديا بس اعطوني اول جرعه الحمد لله ركت عليها ورحت عملت التحاليل والاشاعات لقيت الخشونه الحمد لله راجت رجلي اللي ما كنتش بقدر انام منها الوقت بقدر انام منها ايديا اليمين بقت الشمال بقت تمام اليمين لسه بسيط دي كانت من اول جرعه الحمد لله. الاول كانت حالتي النفسيه وتعبانه وكان والدي يشوفني والدتي كانوا يبقوا زعلانين عليا ومش عارفين يعملوا لي ايه وكانوا ولادي يزعلوا عليا لما اقعد ان كنت اذاكر لهم ولا اعمل لهم حاجه تقع من ايدي والدي كان يبقى زعلان ووالدتي واللي حواليا واهلي لكن الوقت الحمد لله لما رحت للدكتور وخدت النباتات الطبيه دي الحمد لله وركت عليها فرحانين طبعا ان انا بقيت كويسه
وان انا بقيت الحمد لله ماشيه مع عيالي كويس وبمسك الحاجه كويسه. وكنت ابقى قاعده متوتر الوقت بقعد عادي وما كنتش بقدر انام الوقت بنام عادي. طبعا فرحانين والنفسيه بقت كويسه والحمد لله. انا رحت للدكتور احمد عن تجربه من اهلي واقرب الناس ليا. الاول كانت في ناس تقول لك الاعشاب دي ملهاش لازمه، الاعشاب الطبيه دي ملهاش لازمه، مش مهم، مش عامله يعني، مش هتشفي زي الادويه وده وده. لكن لا حرام يعني الواحد يقول للحاج. انا الحقيقه كان عندي يعني اختي ليا كبيره كانت فعلا تعبانه جدا، وقلنا خلاص ده دي خلاص هتتوفى يعني على ايد الدكتور احمد. والاعشاب الحمد لله طابت وبقيت صحتها تمام وقامت لعيالها والحمد لله. برضو كانت في حاجه كبيره برضو جات عند الدكتور يعني والحمد لله كان عندها مرض الحمد لله شفيت منه وبقيت صحتها كويسه. يعني اللي بيقولوا الاعشاب ومش لا والله انا بقول والله الاحسن من الدنيا كلها، ان فعلا يعني الاعشاب دي تمام يعني والله وبتشفي. بس يعني عن تجربه، وان كنت جيت للدكتور احمد عن تجربه يعني انا جربت كذا ناس قدامي والحمد لله على الاعشاب دي تمام وشفيوا وصحيوا. يعني واحد ما كانش متوقع ان هم هيصحوا لكن الحمد لله. يعني الاول لما كنت باخد الادويه اللي هو البرشام والحقن والكورتيزوم كان بيهدي معايا شويه، وبعد كده كان بيتعب اعصابي اكتر وكنت بتوتر اكتر بعد ما بيخلص جرعه العلاج. لكن الحقيقة مع الدكتور أحمد لما خدت العلاج الحقيقة زي مينا، وبعد ما العلاج كمان بيخلص بأسبوع بقعد وبعشرة أيام تاني بقعد عشان أشوف إيه اللي هيحصل لي في جسمي، ألاقي جسمي كويس زي ما هو ولا في توتر ولا في أي حاجة، جسم طبيعي وكويس على العلاج وتمام يعني الحمد لله. لما أروح درس مع بنتي عشان أكتب لها كنت أمسك القلم يتهزهز كده في إيديا ما اعرفش ولا اكتب، ان مسكت طبق اكل او مسكت صينيه شاي لقاها تكبت ايديا كانت تتهزز على طول. لكن الوقت الحمد لله ايديا هي راجت، هي بس اليمين اللي هي المره دي قال لي جزء كويس يعني هندولك، والشمال الحمد لله رقت بس والحمد لله يعني. وجسمي هدي والتوتر بتاع رجلي الحمد لله راح والخشونه راحت بس والحمد لله. وإيديا الحمد لله غير الأول خالص، الوقت بقعد أمسك وأعمل أكل وأكتب لأولادي وأذاكر لهم وأروح مع بنتي أكتب لها عادي غير الأول خالص. الأول كان يعني ما أعرفش أمسك القلم أكتب وما أعرفش إن أنا أروح عند حد، أبقى مكسوفة إن أنا أقعد، إن أنا مكسوفة أمسك حاجة عندهم كده أبقى محروجة. لكن الوقت الحمد لله يعني نحمد ربنا الحمد لله. أنا رحت من قيمة ثلاث أيام للدكتور أحمد والحمد لله وريت الإشاعات والتحاليل قال لي تمام وكويسة، وبإذن الله دي آخر جرعة هتاخديها وبإذن الله يديك هتروق ومش هيبقى فيه أي حاجة. والحمد لله تحسنت الحمد لله على العلاج. وأنا بقول للناس اللي هم عندهم خشونة زي ولا عندهم شلل رعاش ولا توتر في الأعصاب، النباتات الطبية هي لا تشفيكم، والنباتات الطبية تمام وكويسه، وهي اللي شافتني وهي اللي يعني طلعتني من 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 بكان لبكان، من جو انا ما كنت قايسه منه لجو تمام الحمد لله. يعني النباتات الطبيه دي شفا الحمد لله من بعض ربنا طبعا وتمام والله. يعني عن تجربه انا ما بكلمش كده، واللي عنده نفس مرضي واللي عنده اكتر من مرضي او كده يعني الحمد لله النباتات الطبيه دي مع الدكتور احمد تمام 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 يعني شفا عن تجربه. يعني احب اوجه الشكر للدكتور احمد ويا رب يزيده اكتر واكتر من علمه، ويا رب يخليه لينا وللناس كلها يا رب، ويجعل يا رب الشفاء من بعد ربنا على ايده. واشكره. معانا خمس تقارير تانيين اعتقد دلوقتي مش هيسعفنا غير حتى ناخد تقرير كمان لو دكتور احمد اسعفنا. دكتور احمد سريعا، كنا بنتكلم قبل التقرير حاجه وقفنا فيها اللي احنا عاوزين اللي احنا نقوي الكبد عشان خاطر اللي احنا ده الكبد هو المصنع بتاعنا اللي بيبني للمفصل، اللي بيبني للمفصل كل الحاجات الاساسيه اللي بيها يتبنى. اتكلمنا عن الملوخية واتكلمنا عن البامية واتكلمنا عن الكوارع. الملوخية والبامية والحاجات دي قلنا عشان خاطر دي اللي بتغذي الغشاء السينوفي عشان يبني
الماده الزلاليه بتاعته اللي هي شبه البيض دي شبه الايج وايت اللي هو البياض البيض اللي بتساعد ان الايه يحصل تليين. وقلنا ان احنا عندنا اغذيه مريض الخشونه لازم ياخدها يوميا زي الملوخيه وزي خلي بالك يا احمد في نقطه مهمه جدا. الملوخيه فيها ميزه تانية، الملوخيه بتسمح لك ان انت تاكل الثوم بدون ما الثوم يأذيك. يعني مش من ضمن اللي وانت بتعمل الملوخيه مش بيتعمل كده التقليه جنبها بتاعت الثوم دي؟ ايوه. ليه 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 ليه؟ لان الماده الغربويه المخاطيه اللي موجوده في الملوخيه يا احمد بتعمل طبقه واقيه على جدار القولون فبتمنع ان الثوم يعمل التهاب في القولون. مشكله الثوم، حط حتى الثوم انت على جلدك ده وعلى جلدك من بره، مش بقول لك بقى كله على جلدك. اه طبعا بيعمل التهاب. فما بالك لو انت خدته كده عن طريق الفم، فما انت بتاخده مع حاجه شبه الملوخيه فبت ايه. وتخيل في حاجه تانية كمان، المصريين بيعملوا حركه بنت لذينه في الملوخيه يا احمد، بيعملوا ملوخيه يا احمد بالشوربه اللي هي احنا اتفقنا فيها اللي هي الايه، شوربه الكوارع، اللي هي شوربه الايه العظم او شوربه الكوارع او شوربه هو بيعملوها فعلا بالشوربه. اه طبعا مغذيه جدا. لا يمكن اكله بنت لذينه مغذيه جدا جدا يا جماعه. الامراض والله العظيم ما بتتعالج الا بالتغذيه. الامراض حاضر يا دكتور بقى، مش ناشفه ولا الاثنين عادي؟ شوف هقول لك على حاجه، يعني الاثنين المفترض عادي. بس اكيد 100% ان الخضرة افضل عشان فريش بالظبط، يعني اكيد 100% في عمليه التجفيف دي بتفقد جزء من الايه من الاهميه الطبيه بتاعتها. ايا كان احنا بنتكلم في نقطه تانية مهمه، اللي انت التغذيه هي اساس علاجك. التغذيه هي اساس علاجك. الدواء على دماغنا وعلى راسنا من فوق، بس الدواء ما بيعالجش. الدواء احنا اتفقنا بيه ايه، بيسكن لك لغايه ما انت تتعالج، لغايه ما انت تدور ورا العلاج. الدواء ده شيء مؤقت انت بتاخده لغايه ما تدور على علاجك، لكن مش هيعالجك الدواء. في مأكولات تانية ولا اشتغل بقى هرمونات؟ هنشتغل بقى على زيت الزيتون. احنا اتفقنا ان الكبد الدهني واحد من الحاجات الاساسيه اللي بيمنع تكوين الحاجات الاساسيه اللي المفصل بيحتاجها. على سبيل المثال الكبد بيعمل حاجه تانية مهمه جدا للمفاصل، فيتامين د 3 وفيتامين ك 2. فيتامين د 3 عمر الكبد عمره ما يقدر اللي هو يمتصه بالكميه المطلوبه من الجهاز الهضمي ومن الاكل بتاعك طول ما كميه الصفرة او العصاره الصفراء اللي بينتجها الكبد قليله. طب كميه العصاره الصفراء اللي بينتجها الكبد بتبقى قليله ليه؟ بسبب قله حمض المعده، وبسبب ايه تاني؟ بسبب دهون الكبد. طب تعرف ان انت بتزود حمض المعده بتساعد ان الكبد دهونه تتعالج؟ انا كنت عملت الموضوع ده في حلقه ببساطه. مش عارف انت ازعت حلقه ببساطه ولا لسه؟ بنحضرهم ان شاء الله. يا ريت اللي انت يا ريت عشان خاطر احنا الناس يستفادوا منها بس بإذن الله. طيب زيت الزيتون الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا اللي احنا ناكله، صح كده ولا انا غلطان؟ اوصانا اللي احنا ناكله لانه من شجره ايه مباركه. تمام كده. طيب زيت الزيتون وده من الاسرار بتاعه الطبيعه. تمام كده. احنا عاوزين ناخد منه على الاقل ان شاء الله لو معلقه في اليوم ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو تحط على البيض، يا سلام. يبقى الجبنه كده البيضه عشان الكالسيوم، والبيض عشان الفيتامين فيتامين د وفيتامين ك. انا مش عاوز اتكلم اي لغه انجليزيه خالص في الموضوع، انا عاوز نبسط الموضوع زي ما احنا ماشيين. وكمان لو انت تحط عليهم زيت زيتون يبقى انت كده عملت الايه، عملت الصح مع الايه، مع الجسم الكبد. عشان ومع الكبد ومع المفاصل عشان انت كده ايه قوتها. طيب وقفنا الالتهاب بالكركمين الجميل وعملنا كل حاجه وشرحنا ازاي نتغذى صح، ولو احنا عندنا نقرس نبعد عن العصائر الوحشه عشان خاطر النقرس بيزيد مع العصائر الوحشه. طب احنا عاوزين نبني عاوزين نبني بقى يا معلم البيت. ايوه عاوزين نبني القواعد بتاعه العمدان بتاعه البيت. البيت عاوز يتحرك صحيح. نعمل ايه؟ ركز معايا بقى عشان الحته اللي جايه دي محتاجه بقى ايه تركيز منك جامد. احنا عندنا في الجسم اللي بيؤمر الخلايا اللي بيؤمر الخلايا، الخلايا دي يا احمد مصانع، الخليه دي مدينه صناعيه. الخليه دي مدينه صناعيه. المدينه الصناعيه دي فيها كل ما تتخيله زي المدن الصناعيه. مش انت عندك في المدن الصناعيه بيكون في محطه كهرباء؟ محطه كهرباء دي وظيفتها ايه في المدينه الصناعيه؟ بتمدها بالكهرباء. حلو. الميتوكوندريا، احنا عندنا في الخليه جوه الخليه حاجه اسمها الايه الميتوكوندريا. مش المدينه الصناعيه دي مش بيبقى فيها عندها اداره؟ الاداره دي هي اللي بتقول على فكره انا زرت مصانع في كوريا زي كده، يعني زي مثلا مجموعه مصانع سامسونج وال جي والكلام ده، زرت الحاجات دي كده بالظبط. مدينه فيها كل حاجه جواها، بيعملوا كل حاجه من الابره للصاروخ، بيعملوا كل حاجه من الابره للصاروخ بالظبط زي الخليه.
في عندنا اداره جوه الخليه، الاداره دي اللي هي الايه؟ النواه. النواه بتاعت الخليه. طب مش الاداره دي معاها ال- 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 سر التصنيع، سر التصنيع الكتاب اللي بيتصنع يعني مثلا المفصل محتاج ايه؟ محتاج البروتين اللي بيبني بيه الغضروف بتاع الايه؟ بتاع المفصل. طب عشان البروتين بتاع الغضروف بتاع المفصل هات بند ايه؟ بنى الايه؟ بنى الماده بتاعه الغضروف بتاع المفصل. ده موجوده في كتاب، الكتاب ده محفوظ جوه ايه؟ جوه النواه. فين؟ عند الاداره. يبقى جوه كل خليه فين؟ في نواه. النواه دي اللي هي الايه؟ الاداره اللي فيها كل الاسرار بتاعه البنى اللي بتغذي الجسم كله بقى بالظبط. فالخليه والخليه فيها كل حاجه لا يمكن ان تتخيلها، فيها فيها اللي بينقل البروتينات للاداره عشان نصنع، وفيها كل المخ بقى اللي بيحرك، فيها كل حاجه. بس الخليه دي محتاجه منك امر، يا تبني يا ما تبنيش. حلو كده، ده الامر بقى حلو. احنا عاوزين نوصل بقى رساله للمصنع اللي احنا عاوزين نبني وبطلنا نهدم. اللي بيهدم المفصل يا احمد هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، هرمون مجازا الناس بتقول عليه كورتيزون بالنون كده اهو، هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، بيطلع من الغده القذريه الفوق كلويه الكلى اهي. احنا عندنا الغده اللي فوق الكلى ده اهي، دي اسمها غده، دي اسمها غده. الغده اللي هي الغده، الفرق بين العضو والغده يا احمد ان الغده بتنتج الهرمونز، الاعضاء لا ما عدا عندنا عضو واحد بينتج الهرمونز هو الكبد بالمناسبه يعني. المهم الغده الفوق كلويه ده اللي هي فوق الكلى، طربوش اللي فوق الكلى ده اهو، بينتج هرمون اسمه هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون ده بيعمل ايه بقى؟ ده اللي بيدي الامر للخليه ما عدتش تبني. واحنا هناكل الايه؟ هناكل الغضروف وهناكل العضلات والاربطه والاوتار بتاعه المفصل. ايه ده؟ طب وليه الجسم بيعمل كده؟ ايه ده؟ طب ليه الجسم بينتج هرمون وحش زي ده بيخلي يتاكل الجسم بتاع الجميل؟ لان حضرتك ده هرمون الضغط العصبي. فانت ساعه الضغط العصبي اكتر حاجه محتاجه ايه؟ هدوء. لا، ساعه الضغط العصبي اكتر حاجه محتاجه هدوء، ساعه الضغط العصبي يا احمد اكتر حاجه محتاجه السكر في جسمك يبقى عالي عشان تقدر اللي انت تفايت يعني تواجه الضغط العصبي اللي عليك. طب الجسم هيجيب سكر منين؟ بغض النظر عن اكلك السكريات من بره، الجسم يجيب السكر بطريقه بايخه قوي، اللي هو يحول غضاريفك وعضلاتك واربطتك للايه؟ لسكر. عن طريق مين؟ هرمون الكورتيزول. حلو، يبقى احنا لو قللنا ده اهو قدر الاستطاعه يبقى هنوقف الايه؟ هنوقف الهدم، لان ده اللي بيهدم، ده اللي بيهدم الغضروف وبيحوله لايه؟ لسكر. من الاخر يعني كل ما نقلل ده اهو كل ما الهدم يقل. وعشان كده يا احمد الناس اللي بتاخد كورتيزون مزمن بيحصل لها خشونه مزمنه، وعشان كده يا احمد الناس اللي بتاخد الراس بتاعه الكورتيزول المزمنه، وعشان كده الناس اللي عندها توتر عصبي مزمن في شغلها وفي حياتها جسمها بيتاكل، بيتدمر جسمها، بيتاكل بيتحول لسكر. انا مش عارف انا معايا وقت قد ايه عشان لو دقيقه معانا دقيقه. طب اقدر اللي انا اقول لك ان لو احنا قللنا هرمون الكورتيزول او قللنا هرمون الكورتيزون زي ما الناس بتقول تمام كده بنقول هو باللام طبعا، لو قللنا هرمون الكورتيزون وزودنا هرمون النمو اللي هو المسؤول عن البنى بقى، يعني بنقلل اللي بيهد وعللنا اللي بيبني. أيوة. وده بالنباتات الطبية زي ما الصينيين علمونا يا أحمد، النباتات الطبية عندهم منطق في الموضوع ده، قلنا اللي مفيش حاجة اسمها اللي انت تدي للجسم هرمون، اسمها ادي للجسم الطوبة، الطوبة اللي يبني بيها دواء هرمون. يعني نقدر اللي احنا بكل بساطة نقدر اللي احنا نبني الايه؟ المفصل. لو معنا ان شاء الله في الحلقات الجايه نبقى نشرح بقى المرحله اللي بعد كده، مرحله على طول ايه؟ ازاي نبني باستخدام هرمون اللي احنا قلنا هرمون الكورتيزول ونزود هرمون النمو. جميل. دكتور احمد كان بس حاجه عايز اطلبها منك ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، عايزين نعمل حلقه عن اعضاء جسم الانسان بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ يعني القلب ايه اللي بيحبه تعمله؟ القلب بيحب الهرمون الذكري يا عم الحاج. مش بقى بقول يعني بقول لك بيحب ايه وبيقرا لانه عضله على فكره. الكلى بتحب ايه وبتقرا ايه؟ الكلى يعني الكلى 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 بتحب ان الكبد يبقى صاحي لان هي عيني بتاخد شغل غير شغلها يعني. طيب عموما ده موضوع انا فكرت فيه واحنا بنتكلم عشان نبتدي نتعامل مع جسمنا ونفهم جسمنا كويس. بتحب اليود، بتحب الفراوله. تمام. طيب كان معانا الدكتور احمد ابو النص اول اخصائي نباتات طبيه في مصر، عضو المجلس الامريكي للجنه النباتات الطبيه وعضو الجمعيه الامريكيه
لعلاج بوتاجاز النحل. كان معايا 6 تقارير زائد واحد منهم بس ان شاء الله باذن الله في حاجه جايه نزيه قلبي. بشكرك دكتور احمد شكرا جزيلا. شكرا رب. لسه بنكمل معاكم رحلتنا عن الخشونه في حالات الرجال ان شاء الله. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وان شاء الله استنوا في حلقات جديده من طبيب الناس. كنت معاكم احمد الشاعر. بشكر كل فريق العمل. السلام عليكم.